ولكن القدر الآن يجعل من مورينيو عظيما كما كان فان غال. الآن ضربات الجزاء كريستيانو رونالدو، هل يسجل كريستيانو؟ تقدم وهدف، نعم لكريستيانو رونالدو، هدف لكريستيانو رونالدو، وضعها بشكل ممتاز النجم البرتغالي الذي تألق هاينز بوي، وفي الجانب الآخر العملاق إيكر كاسياس أيضا كان ضربة الأولى. تقدم الآن من جانب أبو كاسياس، كاد أن يفعلها، ولكن باتشو أبر حاضر أمامنا بتألق. إذا ركلات الجزاء، البعض يسميها ركلات المعاناة الترجيحية، ركلات ليس الجزاء ولكن المعاناة الترجيحية. إذا رونالدو حتى الآن ضربة في الشباك، وباتشوبر أيضا معانقة في الشباك، لدينا تقدم حاضر أمامنا. فاندر بارت أيضا تألق كثيرا هنا في الملاعب الألمانية،